الشاهي يقلب اكثر مع الحين يخليه شو؟ مبثوث مبسوس؟ ايه يعني ما ولبتن ما ولبتن يا ابو علي ما ولبتن والله اني صاد والله ما قطعوا التونه شوف ابو علي ما ولبتن كذا خلاص ما قطع الا احد ياكلها يا جماعه الخير حطها في الثلاجه حق بكره ما كلها لا ما يحتاج على المكتب لا تعرف ما ضروري اني اعرف كل شيء بالعكس يلا يا شباب بسم الله شوف 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 يقول لك والله ما طبطوها عادي شوف 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 كان ثاني بها لقب والله اول جرال اول حط لك مالها ترى مو مقياس لو حط لك صح الوجب خبز قام نت بخشمك اكرمك لا لا يا ابو علي كل والله خلاص انسى الجمهور خلي روحه صح اسمها اجري حلا يلا بسم الله زين اشتقت له ها لصقت ريالي وجاع الرجال عطته من كتفي والله والله مرات يجيني بالليل يقول لحق جوع يا شبران يقول ها غير والله العظيم كتفي ولا جنبي في داخل يلا بسم الله فكني الا ابو عبد والله وفى ابو محمد والله مش عادي شنو لكم يا شمر رسولنا ان شاء الله ما يلحقنا نعم الله عليكم نعم الله عليكم جاد الله عليكم كلكم جيب العافيه الله يعافيك غيرت ما خيرت الا من التونه والله عينت خير ها كليت كلها اي والله شوف انت هذا الشانس شنو شانس شوف هاوبك لا انا اقول كذا تمدي نقولها احنا شنا والحبتنا حلوه يوم قصين طماط دي شنو ديزاين يعني مثلا علموا حطوا انا كان نسحب على 200 نقطه انا عم نجيب البيض الضرات طلع عيون عم تشم يلا بسم الله يلا يا مخرجنا الله يغنيني انا عبد الله خلينا ناكل نص الصحن كله هذه كاميرتي طيب